السيدات والساده الحضور، باسمكم جميعا نرحب بمعالي الدكتور جاسم الحبوسي نائب الامين العام لمجلس الوزراء، ممثلا عن الامين العام لمجلس الوزراء المحترم، وبالسيد المحافظ المقاتل في شقي الحرب والبناء الاستاذ الصديق المقاتل لجنه جمهوري محافظ الموصل، والسيدات والسادة الحضور كل من مكانه ومقامه، محافظة بيننا التي لها في قلوبنا الحب والاحترام. لدينا الآن مجموعة من المكاتب والمقرات في عدد من المحافظات العراقية، ونعمل على المستوى الوطني، ولكن نركز بشكل كبير على المناطق التي تم تحريرها ناطق في محافظتنا على مستوى الناحية والقضاء ومركز المدينة، الباحثين واصحاب القضاء على المستوى المحلي والوطني على مهمه لمدينه ومحافظه خرجت حديثا من حرب قروص. اليوم سياده ممثل الامين العام، الاخوه الضيوف، تشهد مدينه الموصل ثوره كبيره في مجال الاعمار. هذه السنه استطعنا أن نحصل على 106 مليار دينار. أطلب من السيد نائب الأمين العام أن يوصل أيضا صوت الحكومة العراقية. قانون الاستثمار بالعراق قانون بائس وقائد للمستثمر. أكيد جنابك جهد من أربيل. لو تقارن قانون الاستثمار اللي موجود في كردستان بقانون الاستثمار اللي موجود عندنا، هناك يكون مواسم وشاسم. السيدات السادة الحضور جميعا كل بمقامه وتسميته ومكانته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن وبإرادة العراقيين من كل أطيافهم، فقد حققت وأنجزت الكثير في مجال الأمن والبناء والأعمار، وفي مجال صندوق الأعمار، وفي مجال المشاركات الأممية والدولية العالمية للتعاون مع الحكومة المحلية في مجال البناء والأعمار، وإخوانه في الحكومة المحلية، وبتعاونكم ووقوفكم جنبا الى جنب بل تستطيعون من الوصول الى الانتصار وبناء هذه المحافظه. ساقول التعايش هو مرتله، التعايش هو نينوى، التعايش هو العراق ان شاء الله. وزياده حجم مقبوليه المجتمع للاخرين، وهذه وحده من اهم وهذا المفهوم الكبير وهذا البرنامج الكبير، وابتدت من مقاتلة ومحاربة إصابات داعش. ولو لم تكن هذه اللجنة موجودة ترى ما نشوف الأموال المجمدة اللي هي حدود 430 مليار. يعني مكان ما يدعم هذا الأمر حتى يحل هذه المشكلة في موضوع توزيع الأراضي، موضوع التملك، تفاجئنا بأنه أصدر قرار بالتريث. هناك بعض المجمعات وبعض المناطق تعاني من شحة المياه حيث كل 9 أيام أو 8 أيام. حضرنا اليوم الندوة أو المؤتمر الذي عقد في برطلة وبحضور معالي نائب الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ جاسم الحلبوسي، وكذلك مستشار وممثل من وزارة التخطيط. وكانت هذه الندوة أو المؤتمر هو لدعم محافظة نينوى، واستطعنا من خلاله تسليط الضوء على المعاناة التي تواجه دوائر دار الصحة نينوى وحجم التحديات، وكذلك نقلنا بعض المقترحات أو الطلبات التي نعاني منها. ونحن كدائرة الصحة نينوى قمنا بعرض بعض الطلبات التي تحتاجها دائرة الصحة نينوى للنهوض بالواقع الصحي، وخصوصا بناء مستشفيات المحافظة الرئيسية، منها مستشفى ابن سينا سعة 600 سرير، ومستشفى
كذلك الجمهوري ساعة 600 سرير.